Good morning. Good morning, teacher. How are you? I am fine, thank you. Miss, اليوم بدنا ناخذ رقم جديد. خلينا نعد مع بعض ونشوف شو الرقم يلي بدنا ناخذه اليوم. جاهزين؟ جاهزين؟ طب يلا خلينا نعد مع بعض. يلا. لا لا قبل الواحد شو حكينا بيجي؟ زيرو. برافو، يعني صفر. بعدين ون ايت ناين. طيب هلا بدنا نحكيهم، بدنا نحكيهم بالعربي صح؟ احنا حكيناهم هلا بالانجليزي، نحكيهم بالعربي ماشي؟ يلا صفر. علوا لي صوتكم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هلا بدنا ناخذ رقم 10 يعني 10، 10 يعني 10، 10 يعني 10، 10 يعني 10، 10 يعني 10. 10 يعني 10. 10 يعني 10. طيب هلا بدنا نشوف كيف بدنا نكتب رقم 10. كيف بدنا نكتب رقم 10؟ اطلع. رقم 10 مكون من حرفين. شو مكون من رقمين؟ مكون من رقمين. شوف شو هم الرقمين. رقم 1 وجنبه رقم 0. هيك صارت شو؟ صارت 10 يعني 10. ايش ايش صارت؟ 10 يعني 10. 10 يعني 10. شو حطينا اول اشي؟ حطينا اول اشي ال1. مفهوم؟ واضح؟ حلو. حطينا ال1، بعدين حطينا الزيرو، بعدين حطينا شو؟ زيرو. ايوه. ايش هذا النمبر اسمه؟ 10. 10 يعني 10. 10 يعني 10. 10 هيك 10. ايوه زي ميرنا. ميرنا وريهم كيف 10. ايوه برافو. يلا مس خلينا كلياتنا مع بعض نعد من زيرو، من زيرو لتن. نعد من زيرو لا يلا. زيرو واحد، لا بالانجليزي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان مرة. اول شيء زيرو، صفر، زيرو 1 2 برافو. طب خلينا نعدهم بالعربي. يلا صفر، صفر، اثنين، ثلاثة، أربعة، يلا جود، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. برافو. يلا زقفي حاملة إلنا.